انحنى لموهبته العالم وتوج ملكا على كل الأساطير هذا العام ولم تقدره فرنسا. اليوم يعتزل كريم بنزيما قميص بلده. لم يرفع بنزيما كأس العالم 2018 ولم يشارك في نهائي تاريخي في 2022. حرمته فرنسا من المجد وحرمته تضحيته لسنوات مع ريال مدريد أن يكون أعظم مهاجم في التاريخ ليكون ظل لرونالدو. أفضل لاعب في العالم هذا العام قرر أن يتخلص من كل الضغوط وقرر الاعتزال الدولي علشان يصدر الضغط لديشام ويدفع بيه قريبا خارج المنتخب الفرنسي. لم يضغط بنزيما على منتخب بلده أثناء المونديال، مرضيش يعمل أي مشكلة، لم يعلن رحيله عن المنتخب إلا بعد البطولة. النجم الكبير لآخر لحظة بيضحي، ولك أن تتخيل لو كان بنزيما بجوار مبابيه وجريزمان في المونديال ده، تخيل